الكتب لكِ؟ لا، الكتب للمكتبة. والمكتبة لمن؟ لكل الأطفال. لأنا أيضاً؟ نعم، تقدرين أن تأخذي كتاباً وتقرأيه. أنتِ تحبين القراءة؟ طبعاً. أنا أيضاً أحب القراءة، لأنني حين أقرأ أتعلم أشياء جديدة لم أكن أعرفها من قبل. حسناً، اقرأي في هدوء، اقرأي في صمت. لماذا؟ حتى لا تزعجي الآخرين. المكتبة ليست لك وحدك ولا لي وحدي، هي لكل الأطفال. كلنا نقرأ هنا، كلنا نقرأ في صمت.